صباح الخير يا متابعين في تحليل فني الصباح لشركة وينز بروكر. هضمانكم كريم مجدي، اليوم 22 مارس 2023، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن الجنيه البريطاني مقابل الدولار الامريكي. طبعا هي سلبيه الى حد ما للجنيه البريطاني مقابل الدولار الامريكي، ولكن الهدوء الذي اسبق العاصفه وفي ظل تراكم وانتظار قرار الفائده اليوم متوقع ان يكون بعده تحركات كبيره، ولكن الاستقرار امر متوقع خلال الفتره الصباحيه على الرغم من وجود بيانات التضخم الانجليزيه والتي من الممكن ان تحرك الماء الراكد والى ولو بشكل مؤقت، ولكن يبقى قرار الفائده هو الاهم. دي كانت اهم البيانات ومن الاخبار، ولذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف شارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم. زي ما واضح معانا على الشورت، طبعا محاولة للعودة للأداء الإيجابي للجنيه البريطاني، أداء إيجابي على مستوى أغلب المؤشرات مرة أخرى، أداء إيجابي على الإي إم إيه، على السار، على الفلات ترند، على مؤشر الستوكاستيك، تقاطع المتوسطات السعرية الأعلى وثبات السعر عليهم وثباته على نقطة المحورية عند الـ 22-30، بل وكمان ثبات أعلى الـ 50 في بوناتشي، ولذلك طبعا توقع مزيد من الارتفاعات، ولكن بشرط كسر الـ 22-80 وراها 23-40 وآخر نقطة عند الـ 24-15. مرة تانية كسر 22-80 وراها 23-40 وراها 24-15. السيناريو الآخر معاكس بكسر 21-70 وراها 21-10 وآخر نقطة عند 20-65. وبكده أعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى لكم أكيد يوم تداول آمن، وبشكركم على حسن طبيعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.